سلامة ومرحبا. أكثر الحاجات اللي نطيبوها في تونس في الصيف تسطيرة أو صحين مقلي. كما تشوفوا هذه الخضرة حضرتها شوية معدنوس هكاك باش نزين بيه، لهنا هذه باش نرحي فيها الثوم بشوية كروي، نسي شوية فلفل كحل وملح. هو حطيت الزيت يسخن، أول حاجة باش نقلي الفلفل. بسم الله مقلينا الفلفل، باش نحط الطماطم، توا باش نحط الثوم مع الطماطم والفلفل. وهذا الفلفل والطماطم بعد ما قليناهم توا تنجموا تقصوهم هكا بزوز اسكاكن مع بعضهم، ولا بالنسبه لي باش نعمل هكا ضريبه صغيره بالمكسور باش فيسه هكا تترحى، معناها ما نرحوهاش برشا، معناها دوب ليش وكهو.